حكاية ليلى من إنسانة ناضجة وعاقلة وصاحبة منصب في المجتمع، هي وزوجها، ولكن غادي تكتشف صاعقة اللي غادي تغير حياة أسرتها الصغيرة إلى 360 درجة، ولكن بدورها غادي تكون أمامها صارمة وقوية. حكاية ليلى من ألم إلى أمل. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. غبرت عليكم البارح ببساطه لانني كنت محتاجه انني نرتاح. كيف كتعرفوا انه برنامج هذه حكايتي ماشي سهل باش انه يتخدم، لانه الناس كيشاركوا معايا السلبيات ديال حياتهم، تقدر تكون في ساعه المكانه ساعتين حتى ثلاثه ديال السوايع باش كنسمع دوك لي زوديو ديالهم باش نقدر نخرج لكم واحد نص ساعه او لا اقل. واللي الهدف من هذا البرنامج وهذا التعب كامله على حاجه وحده، انه المراهقات او الشباب او لا جميع الفئات يردوا بالهم من بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يتعرضوا لهم في الحياه. برنامج توعوي وحقيقي 1000% من واقع مجتمعنا المغربي، فحتى انت اذا كانت عندك شي قصه مثيره او لا فيها عبره او لا فيها رساله قويه، يا اما تراسليني على البواطي ماي ديالي اللي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، او لا صيفط لي الرساله على الانستغرام. خليني ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. كتقول لبنى انا بنت اسره محافظه اللي مستقره ماديا ولله الحمد، غادي نعيش في ظروف اللي هما ميسرين. ماما كان عندها هاجس واحد انها تقري بناتها وتوقفهم على رجليهم، اما ولادها الدراري فبغاو يقراو مرحبا، ما بغاوش هذاك سوقهم، حيتاش في الاخير الرجال كيقدروا يضربوا تماره في اي حاجه، لكن البنت اذا ما قراتش كتبقى في الدار وكتسنى انه الزوج يجي يعتقها. ماما كبرتنا على انه في الزواج طولنا ولا قصرنا ديما كيوقعوا مشاكل، وكتعرف الحق حقيقة نتاع الطرف الثاني حتى كطول معاه في العشرة. داكشي باش دائما كانت كتقول لنا السلاح ديالكم هي خدمتكم واخا تكونوا مستقلين ماديا. مهم، الهدف ديالي ماشي قصتي نتاع شكون انا، ولكن الهدف اني نذكر كل بنت او لا مقبلة على الزواج انها تحط ما بين عينيها قرايتها ودير هدف انها تخدم وتكون مستقلة بذاتها بمشروع بقراية باش ما كان، المهم يكون عندها واحد المدخول اللي خاص ديالها، وما تقولش بلي الاستقرار هو الزواج او للولاد او للحب، ولكن الجيب هو الاول لتيأمن لك حياتك. انا لبنى قريت، شديت الباك، مشيت للمدرسة ديال المهندسين وتخرجت مهندسة دولة، والحمد لله خدمت. غادي نتلاقى بالزوج ديالي اللي سميتو رشيد، حتى هو مهندس دولة، وغادي نتزوجو عن حب. صدق ولد الناس وإنسان طيب، ماشي غير معايا ولكن مع الجميع، تبقى فيه اللي ما عندوش وتعاون أي واحد دق بابه اللي أذاه كيسامح ليه أو اللي تلقى ليه شي أعذار. من بعد ما تزاد عندنا وليد فرحنا ومرتاحين ونشطين. المهم الحمد لله كنت عايشة حياة مرتاحة اللي أي وحدة كتمناها. في أواخر 2020 احتفلنا بعيد ميلاد ولده، من بعد كان العيد ميلاد دياله هو، وهنا فين غادي تبدأ القصة. هاد الوقت بدا كيبان ليا التخيير فيه، هزيتي فلان وحطيتي فلان، ولا عصبي بدل من الروتين ديالو معانا، كان تقريبا كل نهار كنخرجوا. المهم بديت كنحس بلي انه تيخرج بشويه بشويه من داك الروتين ديالنا، وحتى هو ولا تيخرج مع صحابه. انا عن دوري قلت بلي ان هذا الامر طبيعي، بغى يبدل شويه الجو، ولكن حتى من صلاته ما بقاتش كيصليها كيف كان، ولا مره كيصلي مره لا، وبعد مره تاكلو كنفطرو في الصباح وتيقول ليا فراسك هادي يومين ما صليتش، بلا ما نسولو ولا حتى نرد البال. تنبقى نقول ليه علاش رشيد علاش، تيبقى يقول ليا ما عرفتش شي حاجه بعدتني على الصلاه. تنقول ليه لا راه اذا ما حسيتيش بشي حاجه مزيانه حيت انت ما كتصليش، فما تقطعش هاد الحبل ديال التواصل اللي بينك وبين مولانا. المهم حتى كينوض ويتوضا ويمشي يصلي، عاوتاني كيكون جالس ما بيه ما عليه شويه يقول ليا واش فراسك هادي 3 ايام ماركات. كيصدمني، وهنا فين بديت كنلاحظ التغيير. هذا كان من جهه. واحد المره عيط عليا كنت في الخدمه وقال لي لبنى واش عندك 10000 درهم؟ قلت ليه علاش؟ قال لي راه وقع لينا واحد المشكل في الخدمه. قلت ليه علاش انت ما عندكش؟ قال لي لا راه سلفت لواحد الدري وبدا كيختار عليا في القصص، وانا دابا حابس وخاصني نفك هذا المشكل. قلت ليه صافي ماشي مشكل، اجي عندي الخدمه ونمشي نجبدهم لك. انا على نيتي داكشي اللي درت، انا ما على بالي كاع السبب الحقيقي واللي غادي تعرفوه في القصه. كان تيبان لي بلي انه هادشي غير في الافلام وعمرني ما سمعته حتى غادي نتصادف معاه في الواقع. المهم عطيت الفلوس وبقيت كل مره كنسولو شنو درتي في هذا المشكل، شنو وقع. هو فاش كنجبد ليه هذا الموضوع كيبدا كيترعد ويتوتر ويشرح ليا. المهم انا كنت نوعا ما كنتيق ما كنتيق، مشيت معاه في الدوامه ديالو، بدا كيتعطل فين كنتي راك عارفه مع الخدمه، واه بزاف هاد الشيء. وليت كنلاحظ الشهيه ديالو نقصات كتجيني في شي شكل. تنسولو واش تغديتي برا، تيقول لي لا راه من الصباح. بدا كيتعصب عليا وتيحكر على شي حوايج اللي هما تافهين، مال هادي ماشي في بلاصه، مال الشراج محلولين،
أبسط الحوايج، ولدو ما كانش كيتفرق عليه ولا ما مسوقش ليه. هنا بديت كنحلل مع راسي، ياك ما مريض، ياك ما كاينه شي حاجه انا ما عارفها. شكيت في انه تيخوني عادي، سبحان الله مقلب القلوب، ممكن شاف شي وحده احسن مني ولا ربي بغى ليه شي وحده في عينيه. المهم انا خصني نعرف، واكيد انا ما مستعدتش باش انني نكون مشروكه. فاذا عرفت الحقيقه غادي نطلب الحريه ديالي، هو يمشي في جيه وانا نمشي في جيه، وولدو ما غاديش نحرمه منه يجي يشوف وقت ما بغى. بقيت كندير واحد الحاجه الله يسمح لي منها، انا عارفه بلي انه ولا تتجسس، ولكن كنت كنهز ليه التليفون ديالو تنقلبو. قلبت الواتساب، تصاور السمايات، الايميلات، وحتى من الكونت ديال البنكه ديالو، ما لقيت حتى شي دليل. وتقول فهاد اللحظه ما كنتش كنقلب المحادثات ديالو مع الدراري، حيت عقلي فيه قلبي غير على شي مرا. فاش ما تلقاهاش كندوز. ديك الساعه السمخي ما كانش يقول ليا دخلي قلبي حتى عند الدراري، وتما فين غادي تلقاي الجواب ديالك؟ كاينين محادثات ما مسجلينش وما كنتش كنقلبهم، يكفي انني نقرا سلام خويا اللي فيها مذكر وتنحيد. طمنت وعرفت بلي انه هذا الموضوع ما عندوش علاقه مع شي مرا. دابا تنقول لو كان غير كانت شي مرا. من موراها وليت عاوتاني تلاحظ بلي انه حتى الطريقه باش كان تيصرف علينا ماشي بحال كيف كانت، تغيرات، كان كلشي مفيدو علينا. منين تزوجنا عمرو ما سولنيش شحال كتخلصي ولا اجي نتقاسموا المسؤوليات، كان قايم بالواجب ديالو، ومن جهتي حتى انا ما كنتش مقصره وما كنتحاسبش معاه اذا خرجت من عندي. فهذيك المرحله اللي حسيت بها بالتغيير غادي نمشي عاوتاني نبدا نقلب ليه في الكونت البنكير ديالو. وبديت كنلاحظ بلي انه الفلوس بداو تيخرجوا من عنده بطريقه عجيبه ومبالغ فيها، تقريبا كتخرج حتى 5000 درهم 8000 درهم في النهار. تنقول ياك ما بغى يفاجئني يوجد ليا شي حاجه مفاجاه، حيت واحد النهار كان خدا ليا واحد الهديه ديال الذهب، قلت يمكن تيجمع ليا باش يشري ليا شي حاجه. من بعد كل مره شنو تنقول في راسي؟ هنا حسيت بلي انه حياتي ما بقاتش كيف كانت، وما بقيتش كنحس بالامور كيف كانت مهدنه. بديت كنحس بلي لا، راه كاينه شي حاجه اللي الله اعلم بها. من بعد ما جمعت كاع هاد المعلومات غادي ندخل الانترنت وغادي نقلب، وهنا فين كانت الصدمه. خرجت لي بلي انه الناس اللي فيهم هاد العلامات هم الناس اللي كيتعاطاو للكوكايين. للاسف تصدمت، دازت شي يامات ما قلت والو، وحل لي هنا غير صرتها. غادي ندوي ليه بالعشيه نسولو واش تجي دير معنا الكوتي ولا غادي تعطل بحال دوك الايام اللي دازو. قال لي لا انا في الخدمه غادي نبقى فيها. جاتني فكره وحده، غادي نهز ولدي ومشيت عندو الخدمه ودقيت. فاش حل تفاجئ، ما كانش كيظن بلي انا. فاش حل الباب بدا كيتوتر، كيفافي علاش جيتو شنو وقع؟ انا ببروده قلت لي لا ما وقع والو، جينا غير نونسو. دخلت ولحت عيني كنشوف نقلب ياك ما غادي نطيح على شي حاجه اللي تجي ليا في عيني، ما بان ليا والو. درت حاجه، مشيت شعلت البيسي لولدي ودرت ليه الموسيقى ودرت ليه الكاسك باش يتلها، وجلست في المكتب ديالو بلا ما نعيق. بديت كنقلب المجوره شويه، قال لي دقيقه ندخل الطواليت حشاكم، وهنا بديت كنسمعو كينظف مسرح الجريمه، كان شي تبصير كيتقرقب اللي كان تيدير في داك العجب ديالو. خاف ندخل نشوفو، وهو يخرج عندي وقال لي جيتي عندي على غفله، زعما على اساس غادي تلقاي عندي العيالات ولا غادي تلقاي معايا شي وحده. جاوبته ببروده وقلت ليه لا لا ما كانش عندي هاد النيه، ولو كان كانت عندي ولا كنت شاكه بلي انه معاك شي مرا كون عيطت لك على البوليس. ديك الساعه ما طولناش وهو يقول لي صافي يلا نمشيو حتى الغدا ونكمل الخدمه اللي بقات. وحنا غاديين وخير تيمسحني فوق كلينكس، يعني ديك الوقت دار شي حاجه. لما دخلنا عليه لقيناه بيا الله سالا طريق كله هو تيمسح. ملي نتاكد غادي نقول ليه رشيد فراسك بلي عارفه المشكل اللي عندك، وراه ما قالوا لي حتى شي حد، وراني قشعتو، وانا لدابا راني منتظره انك تجي لعندي وتعترف ليا به، ماشي باش نعاقبك، ولكن حتى اذا كنت غادي نوبخك غادي تكون بواحد الدرجه اللي هي خفيفه، حيتاش اعترفتي ليا بخاطرك. اما رشيد اذا خليتيني نقول لك ها شنو عندك، تاكد بلي انه ما غادي تلوم غير نفسك، وغادي تشوف رده فعل ديالي صعيبه. والله العظيم الطريق كلها ما دواش وغير تيدور في هضرتي في راسو. المهم هادي دازت ما حكرتش عليها. من ديك النهار وقت ما تيقول لي الفلوس تنقولي ما عنديش، حيتاش عرفتهم ما كيمشوش في شي حاجه اللي هي صالحه، واخا بقى تيكذب عليا في نفس الموضوع نتاع انه محتاجهم على المشكل ديال الخدمه. قلت ليه ما يمكنش نبقاو حنا غير تنخسروا فلوسنا على مشكل، واه واخا يكونوا تيهددوك، حيت انا داخليا كنت عارفه بلي انه ماشي هذاك هو المشكل. المهم هنا وليت كنفكر شنو ندير في هذه المصيبه، ولا بلي الكيفيق كيلبس حوايجو وكيبغي يخرج تنوقف عليه. فين خرج في هاد الساعه لدرجه البزنس ولاو كيجيو لعندو حتى للدرب كيجيبوا لي ديك المصيبه. واحد النهار خرج مع 3 ديال الصباح، يصحاب لي بلي انني ناعسه وعسيت عليه حتى خرج من عندهم وانا نصوره من البالكون. وشكون تيعطيه ديك الشيء وشكون الماتريكول ديال الطوموبيل؟ درت هاد الشيء غير على اساس انني نهددو به، حيت عرفت اذا مشيت عطيت هاد الشيء للبوليس غادي ندخل في شي متاهات صعيب انني نخرج منهم. المهم غير غادي يبغي يدخل ويحل الباب
غادي يلقاني جالسه ليه في الدروج. قلت ليه واش ما غاديش تتقي الله؟ تصدم، قال لي شنو فاش تتقي الله؟ قلت ليه تتقي الله في نفسك وهذاك الولد، اما انا كاع ما تتقي فيا الله. اش هاد الحياه وشنو وصلك لهذا الشيء؟ قال لي لا ماشي ليا، راه غير مصيفطني فلان. قلت ليه ياك سيدي مصيفطك شنو؟ تقدى لي هاد الشيء. شوف رشيد، هذا هو المشكل اللي قلت لك ديك النهار بلي انا عارفه وكنت كنساينك انك تصرحني به وباش نديرو حل المجموعين، ولكن انت اختاريتي غير ما غادي وكتزيد فيه. قلت لي فين بغيتي توصل راسك بهذا الشيء؟ ياك ما يصحاب لك غادي تطول بحال هكا، اذا ما متيش غادي تلقى راسك في الزنقه كتقطع في حوايجك. اعطيت واحد الدرس، بقات يبكي بحال شي مرا بالشهيق وبحيله مظلوم. قلت لي يلا شد داك الويل وسير لحو في الطواليط اعزكم الله. قال لي صافي غير سير تنعسي، خليني صافي سيري. قلت لي انا دابا غادي نخليك، ولكن على وجه داك الولد باش ما نخلعوش ويفيق وما عنده حتى ذنب انه يكون عنده اب بحالك. المهم عطيتو بالظهر ودخلت البيت النعاس حدا ولدي، سديت عليا اللي يصدق يدير شي كميه كبيره وما نبقاش نبان ليه لا انا لا ولده. ما غاديش ننعس ديك الليله بالتهكل، لها وانا تندعي يا ربي حلها من عندك، راني غير عبد ضعيف وجهني شنو ندير. نط الصباح لبست حوايجي قديت راسي وخرجت مشيت للخدمه، رسمت الابتسامه على وجهي وخطيت الحزن والصدمه اللي عندي لداخل، وخدمت خدمتي حتى الوقيته ديال الغدا. هزيت التليفون عيطت على شيخي، قلت ليه السلام عليكم عمي لاباس عليك بخير، عندي لك واحد الخبر. ها شنو قال لي شنو كتقولي؟ ما يمكنش. قال لي واش شفتي داكشي بعينيك؟ قلت ليه لا ما شفتوش، ولكن ها شنو قال لي لا هو اصلا اي حاجه كتوترو وبدات يدير لي الاعذار على اي حاجه قلتها ليه. وصدقوا فكروا حاجه وحده اخرى واللي هي السحر والتعويذ، وانا هادشي تنامن به ولكن ما دخلش لراسي وماشي هي الحاله دراجلي. بديت نقول ليه اودي غير اجي وهزوا السيد ديروا ليه التحليله ديال الدم وغادي تلقاو بلي انه عنده الكوكايين، راه ما كندويش من فراغ، هما في مدينه وانا في مدينه ما حركوا حتى شي ساكن، بقات يدويو معاه غير في التليفون ياك ما كدير ياك ما هادي. المهم خلوني كنضربوا مع السيد، لقيت راسي غير انا والله. واحد الساعه راسي تيقول ليا نحيط على بابا، ولكن الله يسمح لنا من الوالدين ضروري غادي يفكروا في المصلحه نتاع ولادهم هي الاولى. اول حاجه غادي يقول لي ابنتي تفرقي على هذا ولد الناس حيت ما نقدرش نامنك معاه، شي نهار يجي يدير فيكم شي مصيبه ولا يقتلكم. بديت كنقول مع راسي اذا جا بابا ممكن هذا الموضوع ياخذ جهه واحده اخرى ونصدقوا في حاجه بعيده على الهدف ديالي، وهذا الشيء غير ما غادي يزيد الوضع انه يتفاقم ويولي كيتعاطى اكثر ويقدر حتى يموت ولا يحماق. المهم انا بقيت كندوي مع راجلي بلاتي هي احسن، عافاك نتكلف بك نديك لمصحه الادمان ولا نمشيو عند شي طبيب ثاني. فعلا بغى، مشيت عند الاول ما ارتاحش وانا ندي عند واحد اخر هو يرتاح، بقى كيدوي معاه عطاه الدواء بدا كياخذهم حتى بدا كينعس بالليل. وبما انني ما بغيتوش انه يعيش غير بالدوايات فقلت غادي ياخذهم غير مؤقتا، والحمد لله داكشي اللي كان. وقت ما كتجي ديك الحاله باش انه يتعاطى كان كيشربهم، بقينا في العلاج حتى بدا كيبان ليا بلي انه كيتجاوب معاه، وكان فعلا صعيب باش انه يجي يتعالج غير هكاك وغير في الدار، كان خصو انه يمشي للمصحه وهو رافض باش انه يمشي ليها. فوق هذا الشيء ما لقيتش السند اللي يوقف معايا، والديه خداو الامر بلي انه عادي علما انه ماشي شخص اللي هو مولف كيتعاطى. هذه اول مره وحتى شي حد ما تهز فيه حتى شي ساكن وميسورين، وكان بامكانهم انهم يصبحوا عنده يدوا لاحسن كلينيك، ولكن سبحان الله ربي غادي يجيب واحد السبب من عنده اللي غادي يخليه يتوب. نهار الجمعه غادي نتناقش معاه، غادي يدخل الحمام وانا غادي نمشي للجيوبه نتاع حوايجو، غادي نقلبهم وغادي نلقى واحد الخنيشه صغيره فيها الكوكايين. صدمت حيت رجع لذاك الشيء، شديتها وخبيتها في واحد البواطه وقفلت عليها. خرج ولقاني تنصلي وانا نقول ليه شفتي انت ما باغيش تتوب لمولانا، وانت غادي تخرج على راسك الا ما كنتي خرجتي عليه وبغيتي تجرني انا وولدك للتهلكه، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. وانا نقول الله اكبر وكملت صلاتي وبقيت نبكي ونقول يا ربي راني حرت وتلفات بيا الدنيا، شنو الحل ديال هذا المشكل؟ ضرعت ليه وخويت ليه كل ما في قلبي، بكيت بحرقه ودعيت. شويه جا عندي وقال لي عطيني داك الشيء، قلت ليه شنو هو؟ قال لي عطيني داك الشيء، قلت ليه خويته في المرحاض عزكم الله. وانا نقول ليه اذا بغيتي تشمو سير للطواليت تشمو. هز حوايجو وخرج مع الباب، هزيت ديك البلاستيكه وواحد الراس بدا تيقول لي هزي علمي بي عند البوليس، نعلت الشيطان. فاش خرج عاد رميتها وانا نقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خرج هذا الشيء واللي باعو واللي بلاك، وفيك حتى انت اللي خرجتي عليا وعلى ولدي. لما هو خرج مشى عطاها الشمان كله في هذاك الويكاند، وانا وقت ما بغيت الناس كنقفل عليا انا وولدي، هو كيبات فايق ما كينعش كيبات حال عينيه. نهار الحد مع الخمسة ونص ديال الصباح كنسمعو كيعيط على الاسعاف، انا نط مشيت نتوضى باش نصلي، فبقوت ما عييت معاه ما انني ننصحو ونحاول غادي تبدل لي ديك الصوره ديالو عندي
ما بقيتش كنحن فيه ولا كنتسوق ليه. خرجت لعندو شفت فيه بان لي بحال بغى يسخف، وانا نقول ليه انت اللي حطيتي راسك في هذا الشيء، ما عندي ما ندير لك. ودخلت صليت حتى كيبان ليا هابط غير بالبيجامه، ما سولتوش خليته حتى خرج وغادي نطل من الشرجم. طلا لي طليت غادي نلقاهم كيديروا ليه الاكسجين في فمه ومدخلينو الليف في نيفو وغادي نتجريو به. انا الولد عندي صغير والسيده اللي كتقابلو ما كتجي حتى ل 8 ديال الصباح. غادي نهز تليفوني وغادي ندوي خوه وغادي نقول ليه راه خوك خدا كميه كبيره من ديك المصيبه وانا ما عارفاش اشنو واقع ليه، راه جات الاسعاف داتو. بغيت غير نعلمكم باش ما تقولوش راني ما درتش الواجب معاكم، بغيتو تجيو هو هذاك، والا ما بغيتوش حتى يموت ونقول لكم اجيو تستلموا الجثه راكم نتوما تعرفوا. الله يعاونكم وانا نقطع، غير انا غادي نقطع غادي يعيطوا عليا في التليفون ديال راجلي. الو رشيد؟ قال لي لا انا السيد اللي معاه في الامبولانس، مادام لحق علينا المصحه الفلانيه راه السيد في حاله خطيره، تقدري تلحقي عليه؟ تقدري لا. انا كيف قال لي ديك الهضره قلت صافي ها انت قلبتي عليها رشيد، كيف غادي تلقى الله؟ واش من وجه باش تلقاه؟ فين هو الامل اللي درتي؟ فين هو الخير اللي كنتي كدير؟ بديت كنفكر في ولدي، اش غادي نقول ليه؟ باك مات، باش مات؟ مات بالكوكايين. هزيت تليفوني عيطت على هذيك السيده الله يرحم لها الوالدين في هذا النهار، قلت لها ممكن تجيني عافاك شي شويه بكري، راه راجلي مريض وخصني نمشي للسبيطار عنده. قالت لي مسكينه عطيني نص ساعه انا معاك. جات شدات الولد مشيت عنده تنجري، دخلت عنده ويا على منظر لقيتو كيتهز حتى الفوق وكيتحط بحال شي حد تيخبط فيه وهو ما واعيش، روحو كتخرج لدرجة غادي تقرب منو ديك السيدة دير ليه التخطيط على القلب ديالو، شدها وكيعصر فيها وكيزيرها وتعيط ليا بسميتي. يسحب لي واش انا هي، حتى جا الطبيب وشي فرمية تعاونوا عليه. انا في واحد القنت خارج على البيت كندعي الله يا ربي عطيه غير شوية من العمر غير باش يتوب، وإذا كانوا هادو هما سكرات الموت فراه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتنبكي 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 وتنشهق، واحد الراس تيقول ليا فلانة ترجلي ووقفي راه صافي وهو اللي وصل نفسه لهذا الشيء، وقفي لولدك وما تصدميش. المهم بداو كيديروا ليه المهدئات حتى ترخى وعيطوا عليا في الاستقبال حتى قديت الاجراءات وتنجرني ما بين خدمته وما بين خدمتي وداري وولدي. وهو لغد ليه غادي نقول ليه واش انت واعي بشنو درتي؟ واش واعي بلي انك متي وربي عطاك فرصه واحده اخرى؟ قال لي شوفي يا لبنى هذه التوبه، عمرني نعاود، عندي طلب وحيد، سيري جيبي لي ولدي نشوفه. باش اذا كنت من اهل الدنيا اليوم غادي نبدا صفحه جديده، واذا كنت من اهل الاخره غادي نتسامح مع ولدي ومعاك ونتوب ومرحبا بالموت. مشيت كنطير جبت ليه ولده، جلس معاه وتيبكي تيبكي بحرقه. خوا اللي عنده جلس شي ايام ولا بخير، خرج من المصحه بدا متبع دواه حتى ما جات دوز عليه شي 3 شهور ولا بخير، جلس من الخدمه ولدابا هو ما خدامش. كل ما كينوض باش انه يدفع باش يخدم تنحبسو، كنقول ليه حبس مازال خاصك ترتاح، انا اللي غادي نتحمل مسؤوليتك ومسؤوليه الدار وولدي وديال كلشي. دابا خذ لك فتره نقاهه، حيت اذا هزيتي الفلوس في يديك يقدروا يمرضوك ودير شي حاجه واحده اخرى. حيت لا كارت بانكير وكنعطي الفلوس على قد شنو بغى يدير بها، بدل حياته ما بقاش تيخرج بزاف حتى الفلوس ما بقاش تنبينهم حداه. واذا بغى شي حاجه وتشهاها وبغى يشري شي حاجه تنقولي نمشي معاك انا وياك ونشريوها. دابا مده عام ونص غادي العامين عمرو ما قاس الفلوس وتاب والحمد لله وحنا عايشين بسلام. اكيد حياتنا ما رجعتش كيف الاول، ولكن ما بقاتش كيف كانت مع الادمان. وقت ما مشينا عند والديه كيعترف قدامهم بيا وتيقول ليهم بسببها تنقد، تيجلس ويقول ليا علاش درت هذا الشيء ومشيت في هذا الطريق وغرقتك في هذه الغرقه. كنبقى كنصبر فيه وتنقول ليه لو كان نعرفوا شنو ربي مخبي لينا ولا طفبينا، لو كان يخيرك واش انت اللي تبلا ولا ولدك، اكيد غادي تختار نفسك حيت تقدر تستحكم فيها. ربي ما تيعطي الامتحان الا وكاين علاش، والحمد لله اليوم هو نجا من الموت بمعجزه. وعبرتي من هذه القصه غادي نرجع معكم للنقطه الاولى واللي هي نفرض لو كان ما كنتش خدامه، لو كان ماما الله يجازيها بخير ما حرباتش على قبلنا باش نقراو، كنت نهار غادي نعرف بلي انه التبله اسرتي كلها غادي تعرف. وحتى اذا بغيت نخبي عليهم منين غادي نجيب الفلوس ولا باش غادي نعيش اذا كنت عايشه غير مع هذا الراجل بوحدو اللي خدام دارنا؟ لدابا عند بالهم بلي انه هو تيصرف عليا وبلي انه باقي قدام، فاش يجيو عندنا ما تنقولش لهم شنو واقع وبلي انه راه جالس وانا اللي قايمه بالدار وبالزنقه وباي حاجه وتا شي حد ما عارف شنو واقع من غير مو با هو. لو كان ما كنتش خدامه منين كنت غادي نهزو ريوسنا؟ عائلته اللي سيقه الخبار دابا وراهم مفكرين بحتى ابسط حاجه. نفرض كنت بدون خدمه كيف غادي تكون الوضعيه؟ نفرض انني تقبلت انني نخرج من الخدمه ويبقى غير هو بوحدو اللي خدام كمهندس دولة بامكاني انني نعيش مخيره، وهذا معناه بلي انه خدمتي فكات لي مشكلتي بنسبه 80%. رسالتي من هذه القصه كل وحده تخدم وفاش ما كان وما توكلش على الطرف الثاني، حيت تقدروا شي نهار تطيحوا في شي مشكل، شكون غادي يعاون الاخر؟ شكون اللي غادي يهز الاخر؟ وهذه هي كانت حكاية لبنى ورشيد، حكاية مع الإدمان، ولكن أكثر وأعمق من هذا أنا كنشوفها امرأة بطلة
وقفت بجنبه وكانت قاسحة في جميع الظروف اللي تحطت فيهم. الطريقة باش كانت كتواصل معايا وكانت كتحكي لي تبارك الله عليها كتبان بلي انا عندها شخصية قوية ومفروضة اكيد باحترام وبأدب وواعية بشنو كتقول وشنو كدير. وكانت قبل ما كدير شي حاجة كتفكر فيها. قصة عبرة للمراهقات اللي كيفكروا غير في الزواج. قصة عبرة لكل بنت انها ما قارية ما والو جالسة في دارها كتسنى شي حد يجي يدق باب دارها. قلبي على خدمة وفاش ما كان باتيسريات محلابات اللي كان المهم تكون عندك خدمة يكون عندك شي صرف في جيبك اللي تقدري تحكمي به كيما انت بغيتي. واكيد نهار تزوجي واذا الكوبل ديالكم او الاسرة ديالكم بطيح في شي مشكل واحد فيكم يقدر يهز الثاني. في حكاية اليوم يا متابعين يا كرام انا بغيتكم تخليوا كلام جميل لونة على القصة الايجابية اللي عطات لنا اليوم وعلى العبرة ديالها اللي شاركتها معنا. نتلقوا في الايام الجاية. دمتم في رعاية الله وحفظه. ما تنسوش القناة دائما بدعمكم. سلام سلام.